مجهودات جبارة طيلة سنة دراسية تكلل بالنجاح المتميز، نجاح يكرم فيه أزيد من 120 تلميذا من مختلف المستويات الدراسية في حفل بهيج بحضور أوليائهم. أودي هذا النجاح يكون الفضل الأول لله عز وجل، ومبروك كل الذي نجحوا من أمثالي. نهدي الأخواتي وأستاذتي رزي قوالي والمدير تاعي بوعلام شعلال وقع إلتي أخواتي. نتائج مقبولة على العموم في الطورين الابتدائي والمتوسط، لتبقى غير مقبولة في نتائج البكالوريا. فيما يخص التعليم الابتدائي نتائج جيدة وجيدة جدا، التعليم المتوسط نفس الشيء، نقول بلي نتائج مرضية إلى حد بعيد. بالنسبة للتعليم الثانوي حقيقة هناك تحسن ملحوظ في النتائج، ولكن لا يعكس طموحاتنا، نتمنى إن شاء الله في المستقبل النتائج تتحسن من سنة لأخرى. نتائج لا زالت تحتاج إلى اهتمام أكبر من الأولياء بأبنائهم، في وقت تعاني فيه المدرسة الجزائرية من تراجع في المستوى التعليمي للتلاميذ.